هي الصور الأولى لهذا السجن الذي كانت تقشعر له أبدان السوريين لمجرد ذكر اسمه. إنه سجن تدمر الشهير. هنا وفي حقبة زمنية مرت تساوى لبعض نزلائه خيار الموت والحياة، وربما بات الموت مطلبا بعيد المنال في كثير من الأحيان. الشيء الذي لا يمكن أو من الصعب شرحه تماما هو الحالة النفسية وأنت تسمع أصوات الهروات الحديدية من بعيد وتعرف أنك ستقتل بعد قليل، سيأتيك الدور ونحن ننتظر هذه اللحظات من الانتظار. من الصعب شرحها تماما، ننتظر يأتي السجان يفتح الباب نخرج كالقطيع، رؤوسنا منكسة إلى الأسفل، خمسة خمسة جاثيا ويكونون حولنا العسكر أو الخفر وينقضون علينا انقضاضا بشراسة، من يقتل من يموت من يتكسر. جدران قديمة رطبة متهالكة رسمت عليها صور وخطت عليها شعارات توضح حجم الجرائم التي ارتكبت هنا. كل الذين قتلوا في مجزرة تدمر عام 1980 نقلوا على بعد بضعة كيلومترات من سجن تدمر وتم دفنهم في مقابر جماعية في منطقة تسمى وادي عويطة، ثم استمرت التصفيات والإعدامات بعد ذلك الحين، فمن يقتل تحت التعذيب أو من يتم إعدامه يحمل ويدفن في تلك المقابر. روايات بعض السكان المحليين تقول إن النظام السوري أفرغ سجن تدمر بالكامل من معتقلين سياسيين وقضائيين واقتادهم إلى جهة لا يعلمونها، وتخلص من آخرين وهم نائمون داخل السجن قبل أن يسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على كامل المدينة. وكان سجن تدمر عبارة عن اسطبلات للخيل وقت الاحتلال الفرنسي لسوريا، ليتحول في العام 1966 من القرن الماضي إلى سجن قضائي. بعد ذلك قيل إن الأسد الأب وشقيقه رفعت احتجزا وقتلا في سجن تدمر مناوئي حكم آل الأسد في سوريا في فترة الثمانينيات.